دخلت من جوه. ابويا مات وانا بعيد عنه. لكن قولي لي يا زينب، ايه حكايه المعلمه دي؟ يو هقول لك ايه ولا ايه؟ بعد انت ما سافرت امي خرجتني من المدرسه ومسكتني الاهل، فبقيت المعلمه زينب. المهم قول لي انت، اول ما سافرت عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ اشتغلت والاشياء رضا لكن خساره. ايه اللي حصل كفلة الشر؟ حصل الغزو وكل شيء راح. لكن قولي لي ازاي حل الحرارة؟ حصل لها غزو برضه. حتى ابوك الله يرحمه عرضوا عليه بيع المحل والبيت، رفض. وقف لهم وقفة رجالة، قال لهم مال الدنيا كله ما يعوضنيش عن البيت والحتة. لكن قولي لي يا زينب، اشمعنى حارتنا بالذات اللي حاطوا عينيهم عليها؟ انا عارفة. وبقى في موتوسيكلات في حارتنا وحاجات. مين دي يا زينب، تعرفيهم؟ عمري ما شفتهم. عايزين مني؟ جايين ورايا ليه؟ علشان نعلمك الادب. سرقوا لواح، سرقوا لواح.